لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وهي ما حصلتش قبل كده من اي فريق في العالم. قدامنا الحكم المعروف والحكم الساحلي. تشكيله الاتوال في حراسه اليوم المرمى: ايمن المثلوثي، رقم 13 صابر بن فرج، 5 عمار الجمل، 4 رضوان الفالحي، 6 حاتم البجاوي، 24 موسى ناري، 25 موري اوكومبي، رقم 19 محمد علي نفخه، 10 عفوان الغربي، 7 جيلسون سيلفا، و27 امين الشرميتي. بالنسبة للنادي الاهلي في حراسة المرمى: عصام الحضري، رقم 2 اسلام الشاطر، رقم 12 جيلبرتو، 7 شادي محمد، رقم 4 عماد النحاس، 25 حسام عاشور، 17 بوجا بوجلبان، 22 بوتريكا، 23 فلافيو، 9 عماد متعب، و5 احمد السيد. الوطني وفي استاد اليوكوهاما. عذار الان دقيقة ونصف. بأي طرق لابد ان نصبر ونصمد الان امام ابداعات بوتريكا وخطورة متعب وفلافيو. 44 دقيقة لعب في الشوط الاول. التعادل سلبا 0-0. نتيجة الذهاب حاليا في نصف المشوار، لكن في اخر امتار هذا الشوط بالراس ترجع من الدفاع مرة أولى، ترجع مرة ثانية، شوف حماس الفريق الأهلاوي، ترجع جيلبرتو بالراس، جيلبرتو وما يسددش وينطلق الهجوم المعاكس، المرتدة لعب له كورة الآن على يمينك، برافو حسام البجاوي، وصلها حسام ما تخافش، ينطلق البجاوي، باهي البجاوي، يمر حسام البجاوي ويلعب كورة في النصف عن طريق اللاعب موري كومبيي، تمشي كورة خطيرة، الشرميتي، أوه لم تصل وما زالت، ما زال ممكن جدا، فرصة للنادي التونسي وركنية لا تماس، أوكي، تماس للنجم الساحلي، تروح صعيب برشا، هذا هو الشادي، يدخل بصعوبة من فريق النجم اللي يلقى في مساحات. هي الكرة من هنا وكرة من هناك. النهائي هذا 1-0. 1-0 للأهلي و1-0 للنجم. يمشي التماس في الدقيقة الأخيرة 45. شوت في رأي المتواضع كبير برشا من النجم الساحلي. ما حسيناش بالغيابات، حسينا فريق بعزيمة ونتيجة صدقوني باش تعطيه روح. باش تعطيه ثقة. شوف صعوبة الشوط الأول بادي على ملامح الخبراء لاعبي الخبرة. حسن مصطفى وائل جمعة. هذه الكرة الأخيرة من فلافيو والأوفسايد، تسلل كان على بوتريكا. إذا آخر كرة لفريق النجم الرياضي الساحلي في هذا الشوط الأول. الشوط انتهى، النتيجة بيضاء، 0-0 في الذهاب، 0-0 في شوط أول من مرحلة الإياب. كيف ستنامين يا سوسة هذه الليلة؟ في عيونك دموع الخيبة لا قدر الله، أم في عيونك دموع الفرح بإذن الله؟ تمشي كورة مرة ثانية للنجم الساحلي، تماس واوت، برافو، يقتل الوقت ويكسر الريتم. لو أنا نحب بصراحة هدف للنجم، لأنه حتى لو تحسب وتقول ونوصل ضربة جزاء، الأهلي عنده حصام الحضري يحسم كل الركلات. إذا يلزم نسجل، وتمشي كورة ممتازة، ممكن هي الضربة والجول والهدف الأول، والهدف الأول، يا الله يا غربي، يا الله يا غربي يا ولد العربي، مش ممكن، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تتغير الموازين، تتغير المعادلات، أخيراً 1-0، النجم الساحلي يسجل أول أهدافه في مرمى الحضري في آخر لحظات الشوط الأول، مش مقبول، شوف الضربة يا الغربي، شوف عفوان في المرمى الأهلاوي، 1-0، 1-0 لنجمنا الساطع، الله الله الله، 1-0 والشوط سينتهي بإذن الله،
مش ممكن هذه الكرة. قلت لك الكرة عندها مؤشرات، ضربت على العارضة لبودريكا، ضربت على العارضة المتعب، قلت فيها خير، قلت فيها خير. الآن 1-0، رد بالكم الأولاد، رد بالكم الآن، خلاص أنت قربت في شوط رائع جدا، في شوط امتياز وممتاز. حذاري من الكرة الأخيرة، يمشي جيلبرتو يوزع، يضغط النادي الأهلي وكورنر. حذاري النادي الأهلي لم يرمي في يوم المنديل، هذا العريق لم يرمي المنديل. آه جوزي في شوط أول تفوق علي مارشال، ما فيش الأوفسايد، شوف اللي كسر التسلل النحاس، العمدة خرجت الكرة، الكنترول، التوزيع بالرأس، يا ساتر يا رب. الأهلي الآن سيكون بركان، الأهلي بركان، زفر العرجون أم لا؟ يقول العبيد جيلبرتو، ما زلنا سنعاني، مباراة أعصاب، لا أنصح بها أمراض القلب، وتمشي كرة، والمثلوثية والبلبولي. 1-0 في الوقت المطلوب جدا، في الوقت الحساس والقاتل، تمشي كرة مرة ثانية، النجم لعب برشا ذكاء، لعب برشا خبرة، لعب برشا هدوء. العب حقيقة في ثوب الكبير، تمشي الكرة مرة ثانية في وسط الميدان، 3 دقائق، العين متاع تواس الكل على الوقت الآن، على الوقت. حذاري في هذه اللقطة، حذاري من هذه الكرة، يلعبها جيلسون، تمشي في خطأ، لا يلعب النادي الأهلي، ركز شوية، ركز شوية، ما انتهتش المباراة. بوتريكا، بوتريكا يلعبها، تمشي عن طريق شادي، شادي للنحاس، هي دقيقة ممكن تقلب الموازين، هي دقيقة البطولة الآن. والشوط الأول خلص وانتهى، 0 النادي الأهلي، 1 العملاق الساحلي. الهدف عفوان الغربي، بقينا هذا الشوط، ما زال الثاني أصعب. هذه كورة، ممكن كورة البطولة، ممكن يكتب لنا أخيرا المولى الله لقب الشامبيونز أم لا. الغربي يتقدم بالنجم لهذا الشرف، ولكن عبرتها بالخواتيم. افرح وهلل، أنت تونسي نجماوي. 1 لتوال، 0 الأهلي. الحكاية لها تفاصيل ووصول في الشوط الثاني من مباراة النهائي. الآن نعود للاستوديو التحليلي برفقة الكابتن عدنان حمد الحمادي، الكابتن زبير بيا، والكابتن طاهر أبو زيد. في أول ربع ساعة يا صابر، تمشي كرة خطيرة بالرأس، يا ساتر، وهدف التعادل. قلت لك يفرق، قلت لك يفرق برشا. التعادل عن طريق النحاس، إذا يتعادل النادي الأهلي. نعم الكأس ما زالت تونسية، ولكن المباراة تزداد صعوبة. هنا قوة النادي الأهلي، هدف بكرة ثابتة مخافة مثل هذه، حرام هذا الهدف. هدف التعادل النادي الأهلي أول 5 دقائق. الآن شد عندك باش تشوف النادي الأهلي في الهجوم. شوف الهدف اللي كان ممكن تبديل، جيلبرتو بيضرب الراس وحده، وحده يطلع لاعب. استغرب دائما من هذه الخفله والهفوه. شوف الكوره، شوف الكوره والتعادل. جيلبرتو يضرب الراس وحده النحاس، مش معقول. الحكم ليس لنا فيه اي دخل، المهم دخلنا في لاعبينا وماذا يقدمون. 5 دقائق اخيره، 5 دقائق، 5 دقائق. ترجع لفريق النجم، الامكانيه الامتلاك خطيره جدا. النجم الساحلي في كوره ممتازه، كوره المباراه، ولولا الحضري، ويا ساتر، مش معقول يضيع عليك الكاس. ستكون قاسيه كره القدم لو غدرت بنا هذا العام، ستكون ايضا ملعونه يا الشامبيونز ان تخدعينا هذا العام. فريقنا يستحق، النجم الساحلي اليوم يستحق للامانه. اسالوا جوزيه واسالوا البدري، اسألوا الخطيب واسألوا حسن حمدي. نعم النجم اليوم يستاهل التتويج. حذاري من هذه الكرات، حذاري من هذه الفرص المهدورة. وترجع الكرة لفريق النادي الأهلي، مرت دقيقة وقل، أنا نحبها دقيقة لكن هي ما زالت 40 ثانية، 4 دقائق ونصف، حطها في 5 دقائق، ألعب بالزايد، ألعب بالمرتاح. ترجع الكرة لفريق النادي الأهلي، فلافيو، فلافيو خطيرة، خطيرة، خطيرة. لا تغدري بينا أرجوك، لا تخدعينا مرة أخرى أرجوك، لا تقتلينا في لحظة مرة أخرى أرجوك. حسن مصطفى، يا ساتر، الكرة أوت. مرت دقيقة بسلام، 4 دقائق ولا نسبق الأحداث، لن أطلق العنان، لن أترك اللسان، ما زال الكرة في الملعب، ما زال الفاينل في الميدان. الأهلي يحاول ويقاتل، والنجم يحارب ويجتهد. نعم أدم عليه، لكن حقه أنه يفوز باللقب الغالي يا بلبولي. ما تضحكش يا شرميتي الآن،
تضحك في الخاتمة والخواتيم. ويمشي الانطلاق، العب له شرميتي، شرميتي، خلص 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 خلص. كم انت كبير يا ابن الخضراء، كم انت كبير يا ابن الخضراء. 2-1 السوبر تونسي كما نطقتها وقلتها في اذاعه الجوهره التونسيه، قلت السوبر تونسي. الف مبروك علينا، ما ينقص شيء للاهلي، ما ينقص شيء من الاهلي، لكن اليوم نجمه الساحل كانت افضل، النجم التونسي كان اقوى. 2-1 هنا في قلب القاهره، فعلتها ايها الساحر، فعلتها ايها الساحر. النادي الصفاقسي خسر في البنزرتي ومشى وربح المريخ، النجم الساحلي خسر من الملعب التونسي وجا وربح الشامبيونز ليج. اذا نخسروا ديما في بطولتنا، اخسروا ديما في بطولتنا باش تربحوا وتنورونا في افريقيا. الشرميتي الشرميتي الشرميتي، جول، جولاثو 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 بكل لغات العالم. بالفرنسي قالوا بوت، بالايطالي قالوا ريتي، بالاسبانية قالوا جولاثو، بالانجلش قالوا جول، وبلهجة التي اعتز بها بونتو بونتو بونتو. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، لكن مع النجم مش حتقدر تغمض عينيك. انتهت الحكاية اليوم، هارد لك الاهلي. النجم في اليابان، النجم الرياضي الساحلي في اليابان، هدفين لهدف. الفريق اللي يفوز في القاهرة يستاهل ويستحق، هكذا كان العنوان، بانتظار قادم العناوين. اخيرا بعد ان تمنعت علينا سنين، بعد ان تمنعت علينا سنين، كرهتينا سنين، لفظتينا سنين، ها نحن نروذك بالحديد والنار يا الكاف يا الشامبيونز ليج. مبروك للخضراء، افرحوا، انسوا ميولاتكم وانتماءاتكم، هو الفوز للكرة التونسية هدية للتغيير بعد 20 سنة من العهد السعيد الجديد. نعم انسوا المكشخة وانسوا الكلوب وانساوا البقلاوة وانساوا بنزرة وصفاقس وكابس، اليوم أنتم النجمة والهلال تجمعكم، تأمكم وتضمكم. واه من رجال النجم الساحلي، فعلها الرجال رغم الغيابات، رغم الغيابات فعلها بعزيمة. ولم يكذب ملك التكهنات عبد المجيد الشتالي اللي قال حتى بعد الذهاب النجم الساحلي سيكون البطل. إذا أنهي مع هذا الكلام، انتهي مع هذا اللسان في لقاء يعجز اللسان على الوصف. نعم هي فرحة من ألف ليلة وليلة، الحمد لله صراحة أني علقت على هذا اليوم السعيد بالثالث 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 بالثالث. موسى ناري، موسى ناري يسجل الثالث. 3-1 للنجم الساحلي، مش ممكن مش معقول، مش ممكن مش معقول. السوبر تونسي الحمد لله اللي علقت على اول شامبيونز ليج في تاريخك يا كرة الخضراء. نعم نعم الحمد لله. 3-1 للنجم الساحلي، الهدف الثالث لفريق النجم، هو نفخة اظن، هو نفخة وليس موسى ناري. على كل تتغير الأسماء ولكن البطل واحد، هو من؟ هو موسى، موسى موسى ناري. نعم 1-0 عفوان الغربي، 1-1 عماد النحاس، 2-1 الشرميتي، 3-1 موسى ناري، وانتهت المباراة. ألف مبروك للنجم، ألف مبروك للكرة التونسية، ومبروك للكرة العربية. نعم تخمرت في ساعة ونصف، نعم حبيت بلدي وحقي في ساعة ونصف، نعم أذرف الدموع سعادة وفرح على هذا الإنجاز التاريخي للكرة التونسية، ولكن أرجع وأقول في النهاية يعني نحن دائما أشقاء. اليوم للنجم كما كان العام الماضي للأهلي، والكرة دائما تدور، الأهلي سيعود، النجم باقي، والعام القادم مسابقة بكل الكبار. الجيش الملكي من المغرب، شبيبة القبائل وستيف من الجزائر، النادي الافريقي والنجم الساحلي من تونس، وفريقي الكبيرين الاهلي والزمالك من مصر. اذا 2007 كانت سنة ساحلية، كانت للسواحلية، كانت للفرق والفرق التونسية. الشامبيونز ليج للنجم، كاس الكاف قربنا للسي اس اس، والسوبر تونسي، وانتهت انتهت انتهت المباراة. شكرا لكل من ساهم في انشاء هذا العرس الافريقي. عيسى حياته في دقائق سيسلم كأس افريقيا الابطال
للنجم التونسي. الآن أستسمحكم في العودة للاستوديو للحديث في دقائق قبل أن يعود عدنان حمد الحمادي لمعلق المباراة الشوالي من أجل أن يفرح بأول شامبيونز ليج في تونس. لك كأس ثالثة في الأبطال يا خضراء بعد الإفريقي 91 والترجي 94، بعد 13 سنة البطولة تعود لتونس.